لما بنتكلم على تشخيص الضعف الجنسي عليه كتير بنسمع كلمة هو دي الأداة اللي انت بتقدر نظام المتابعة مهم جدا انك تقدر تمشي عليه بعد العملية، لان هو دي الأداة اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تحقق النسب المنتظرة من فقدان الوزن ازاي. وهو مش نظام معقد ولا حاجة، انت قدرت تتبعه بنظام وبزيارات دورية عن طريق الطبيب المعالج او عن طريق اطباء التغذية اللي هيتابعوك بعد العملية، هتقدر فعلا تمشي عليه بدون اي صعوبة. لان في النظام الغذائي ده احنا بنعتمد على حاجتين مهمين جدا، هل انت فعلا بتاكل اكل صحي مناسب ليك بكميات كويسة، هل انت فعلا بتقدر تدخل نسبة سوائل بنسبة كبيرة ولا لا. لان فقدان الوزن في الاخر معتمد على العاملين دول، لو انت قدرت تدخل نسب سوائل كويسة وقدرت تاكل اكل صحي في نسب بروتين عالية، انت فعلا هتقدر تحقق نسب فقدان وزن عالية جدا. لكن لو انت اهملت القصة دي واهملت زيارتك المريض مش هتقدر توصل للقصة، المشكلة ساعتها مش في العملية، المشكلة في اتباع النظام بعد العملية. نحدد ازاي مرات الجماع الاسبوعية؟ مش عايزك تحدد، الجنس لازم يكون فيه عفوية، يتساب، انت مزاجك رايق، مراتك مزاجها رايق، مبسوطين النهاردة، جمعتوا مرات كل يوم، غبتوا اسبوع لظروف او لاخرى، العيال فيها عندها مشاكل، انت مشغول، هي مشغولة. الجماع يا جماعة مش عايزين نحطه بشكل ان هو يبقى زي ما يكون اداء مهمة، لازم يكون مطلق لرغباتك انت ورغبات زوجتك. مفيش حاجة اسمها الاوقات الصح او عدد المرات الصح. لما بنتكلم على تشخيص الضعف الجنسي كتير بنسمع كلمة موجات دوبلر على القضيب. هي ايه موجات دوبلر وايه اهميتها؟ ده اللي هنقوله في الفيديو اللي جاي. اشعة موجات دوبلر اللي بنجريها على القضيب لتشخيص الضعف الجنسي هو فحص يمكن بسيط ويمكن شوية بعض الناس بتخاف منه. الناس بتخاف من ايه؟ علشان نعمل هذا الفحص لازم يحصل عندنا انتصاب. طيب ازاي هيحصل انتصاب حتى في الظروف دي اللي هي في العيادة والظروف نفسيا مش مهيئة؟ فاحنا بنحقن مادة تسبب الانتصاب، بنحقنها في داخل القضيب، وهي الحقيقة بعض الناس بتخاف منها، لكن احنا بنقول ان دي مادة آمنة تسبب الانتصاب لفترة تتراوح من 10 دقايق الى نص ساعة. لو استمرت اكتر من كده احنا بننبه على المريض، لو استمرت اكتر من كده احنا بنخليه في العيادة لغاية ما ننهي الانتصاب. فالعيان مش هيعاني من المشاكل التقليدية اللي هو بيعاني منها مع الدعامات المرنة، زي اللبس، طريقة اللبس ان هو بيبان العضو مثلا حضرتك في اللبس بيضايقه والحاجات دي كلها، الألم اللي بيستمر ممكن يستمر معاه فترة مع الدعامات المرنة، فاحنا بنلجأ للدعامة الهيدروليكية. السؤال ده لما بيتقال لي او بيتقال لي احنا سمعنا ان احنا في بعض المراكز او بعض الزملاء عاملين عروض على الدعامة، انا الحقيقة بكون مش عارف اضحك ولا عيط. اضحك لانه الموضوع الحقيقة الاطار بتاعه اطار مضحك، وعيط لانه من امتى كانت الصحة عليها عروض؟ يعني من امتى ينفع ان مريض يروح يعمل عملية تخص الصحة بتاعته عشان عليها عرض؟ الصحة ما فيهاش عروض، الصحة فيها خبرة، الصحة فيها تمرس، الصحة فيها أمانة، هو ده اللي ممكن يخلي مريض يتوجه لمكان عن التاني. لكن عمر ما هيكون فكرة العرض هو اللي بقيس بيه أو بتمم بيه صحتي. الصحة لا يوجد عليها عروض. هي القناة العصبية أصلاً؟ القناة العصبية دي القناة اللي بيمشي فيها النخاع الشوكي والأعصاب، ودي بتبقى في العمود الفقري من جوه زي ما هو واضح هنا كده، من قدامها الفقرات ومن وراها بقية الفقرات والغضاريف من قدامها. فللأسف الشديد مع تقدم السن وتآكل الغضاريف وتزحزح الفقرات، الغضاريف بتبتدي ترجع ورا وبتضيق القناة العصبية، والمفاصل اللي ما بين الفقرات اللي بنقول عليها الفاسد جوين ده بتبتدي تكبر، فبتبتدي تضيق على القناة العصبية من ورا كمان. فبدل ما القناة العصبية كانت واخدة النخاع الشوكي والأعصاب مستريحة، بتبتدي الحاجات دي تضغط على الحاجات على الأعصاب، والنسيج العصبي بتاعنا حساس جدا، أي ضغط عليه بيسبب ألم أو ضعف. فبالتالي بقى حسب المكان اللي حصل فيه ضيق القناة العصبية ده بتبتدي يظهر الأعراض.